أحد أصحاب الإمام الصادق، هسه غاب عن ذاكرتي اسمه نسيته، هذا كل سنة يروح للحج، ذاك السنة هم جمع على 500 درهم أو دينار ويريد يروح للحج بهم، وهو الطريقة بالحج لقى مرة عجوز قاعدة ينكم من الزبالة الأنقاض ومطلعة دجاجة ميتة وتنظف بيها. قال ماذا تصنعين يا خالة؟ قالت عندي 4 بنات يتيمات وما عندنا طعام صار 3 أيام وحق البيت ومن بلى. قالها 4 أيام بدون طعام وانت باخذ هاي الدجاجة الميتة تاكليها؟ طبعا يصير تاكلها ولا ما يصير؟ بلي. وحرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به غير الله، بعدين لك إلا من فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا أسمع. شو يسوي؟ أكل الميتة. لكن شنو؟ الفقهاء يقولون بمقدار السدرمقك مو التخمر. سدرمقك عن الحياة بس. قالوا ما عندكم طعام؟ قالت لا. شال ال 500 دينار المت ذبها بحضنها. قال ما اروح للحج ما لازم العام رحت مو واجبه مو حجه الواجبه. رجع للبيت هسه بعدين خجل هو ظل بالبيت ما طلع الى ان خلص موسم الحج. اجوا جماعه الحجاج راح يزورهم. اسمع اسمع اسمع. فمن راح يزورهم قالوا له يا فلان احنا شفناك برمي الجمرات وبعدين غبت عنا ورحت هناك شفناك بالطواف. قالوا انا ما رحت. شلون ما رحت؟ قعدنا وتكلمنا وسولفنا ودعيت لنا ورمينا معا سوية رمينا. هذا ظل ساكت تتعجب. راح للامام الصادق قال له يا سيدي القضية كيت وكيت شنو هاي؟ قال له لا الامام قال له يا هذا بإطعامك هذه المرأة ورحمتك لها أو رحمتك لها أوكل الله ملكا على شبهك وشكلك نفس صورتك يحج عنك إلى يوم القيامة. كل سنة روح هنيئا لك بهالعمل هذا كسر قلبك على مر. ترى الله تشيل اللي من عندنا كل شيء ما يريد، يريد هذا انكسار القلب عندك.